نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغ الأشواق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله هنستكمل دورة التصميم طبقا للكود الامريكي. ان شاء الله احنا توقفنا المرة اللي فاتت عند ديزاين اوف ستراب، عايزين بقى ندخل على في عنصرين هامين اللي هما البلينث بيم والتاي بيم. ارجع تاني في فكرة البلينث بيم والتاي بيم، قلنا ان التاي بيم هي عبارة عن كاميرا تربط ما بين الاواعد عشان تقاوم الديفرنشال سيتلمنت اللي هيحصل ما بين الاواعد. ولو انا هبدا المباني عندي من منسوب التاسيس بتشيل في نفس الوقت حمل الايه، حمل المباني، تمام. وطبعا الديفرنشال سيتلمنت او ديفرنشال ابليفت على حسب اللي انت هتصمم عليه. نيجي دلوقتي البلينث بيم هي عباره عن كاميرا بتتعمل تحت المباني عشان تشيل حمل المباني. فاحنا هنتعلم تصميم ايه الكلام ده. انا هفترض ان انا عندي هنا التاي بيم، عندي ثلاث اواعد مثلا، ده اكس مثلا فيه ثلاث اواعي. طبعا انت لو عندك اكتر من كده المفروض بتعمل ايه بقى؟ ايه الفكره؟ بتاخد الاواعي كلها وتمسك، مالكش دعوه بالاواعد الطرفيه، بتيجي عند الاواعد اللي في النص تعمل السيتلمنت عند كل قاعده مره وتحل وتطلع اكتر مومنت طلع تصمم عليه الشداد ايه ككاميرا مستمر، تمام. يعني انا عندي هنا ثلاث اواعي في السيتلمنت من النقطه، بفرض ان انا عندي الاكس مثلا فيه خمس اواعد، تمام، بفوت اول اثنين وارجع الثلاثه اللي في النص اعمل السيتلمنت عند اول واحده واخش في العزم الكام والثانيه والثالثه. انا هعمل دلوقتي نموذج لدوت ونفس السيستم بقى انتوا هتطبقوه ان شاء الله. انا هفترض ان انا عندي البحر بتاع التاي بيم هنا سته وهنا سته، تمام. طبعا التاي بيم بيبقى من العمود للعمود، وطبعا في النهايه بس انا بعمل فيه كانتليفر بس تحميله من العمود للعمود، ما ينفعش ان انا اعمله من القاعده للقاعده زي ما شرحنا قبل كده اهو. شوف بوصله من العمود للعمود. طيب هاجي دلوقتي في الكود بيقول لك ان السيتلمنت المسموح بيه ممكن تاخده من سنتي ل 2 سنتي و 2 سنتي ونص. خلاص لما تيجي تصمم التايبين انا هاخده 2 سنتي بحيث ان يبقى رقم منطقي اقدر اشتغل عليه. بكل بساطه خالص هدخل على الساب، سهل جدا على فكره الموضوع ده. اخترت الوحدات، اقول نيو موديل جريد اونلي، عايز 3 بس في اتجاه اكس ولا عايز واي ولا عايز زد، وهنا اكس ب 6 قفلت ده اكس زد مش اكس واي بقى. اديت جريد داتا موديفاي، ايوه مظبوط كده، اقول السبيسنج 6 و6 اوكي اوكي. اقول اكس زد تاني، اول واحد ب 6 متر والتاني ايه ب 6 متر. هرسم هقول ديفاين لود باترن ديد السيلف ويت مالتبلاير بزيرو، اقول موديفاي اوكي. مش هعرف قطاع بقى، انا مش عايز اعرف قطاع، أنا مش مستهدف. انا دلوقتي حطيت السيلف ويت مالتبلاير بزيرو يعني هو اصلا مش هيحسب وزن، فانا مش محتاج ان انا اعرف قطاع ولا اعرف ماتيريال. وتعالى عند دول كده اقوم جاي له اساين جوينت ريسترين واديني هنا ركيزه هنش. خلاص بكل بساطه تعالى عند النقطه دي اللي حصل عندها سيتلمنت 2 سم 2 سم ديسبليسمنت، اقول له اساين جوينت لود ديسبليسمنت، وتعالى هنا الزد ب 2. زد ب 2 يعني معناها انه طالع لفوق، تمام. انت ممكن تصممه على ابليفت او تصممه على على ايه، على سيتلمنت. انا مصمم دلوقتي على سيتلمنت يعني لتحت، فلازم اقول له سالب 2 من 100 متر لان عندي الوحدات بالطن والمتر، واقول له اوكي خلاص. واقوم جاي قايل له سيف، هسميه طيب اي حاجه سيف خلاص، واقول له ران المودل دونت ران ران ناو بس خلاص. هو دلوقتي هيحل انا لا عايز ديد لود ولا عايز اي حاجه. خلاص لو انا بقى هحمل المباني من اول منسوب التاسيس هحط هنا حمل حيطه، يعني هضيف عليه حمل حيطه، تمام. اقول هنا شو اندي فورمات شيب اوكي. تعال نشوف الانيميشن، حركه ديسبليسمنت بتحصل عند القاعده اللي في النص، حركه منطقيه جدا. هقول له اظهر لي فريم اند كابل مومنت 3 3 شو فاليو اهو 22 طن متر، طن متر. تصمم عليه الحديد عادي جدا، شوف تسليح الايه الشداد طالع ازاي. خلاص يبقى انا اللي انا عملته ده ممكن يبقى كده او كده. طب ممكن اعمل هنا اقول اساين جوينت لود ديسبليسمنت واخليه 2 بالموجب كانه ابليفت، تمام، ريبليس خلاص. واقوم جاي قايل له ران، نجرب دي ونجرب دي نشوف ده ايه زي بعض ولا مختلفين. اتنين 22 بالظبط بس القيمه سالبه. يبقى انت دلوقتي يا جماعه
الشداد ينص الكود على توحيد التسليح السفلي والتسليح العلوي للشداد، لانه بيقاوم ديفرنشال سيتلمنت، ممكن الحمل يجي له سيتلمنت او الحمل يجي له ابليفت، عشان كده الكود بيقول تسليح العلوي يكون تسليح السفلي. فانت بتعمل ايه؟ بتحط الحمل عليه ديسبليسمنت او ابليفت، والعزم اللي بيطلع طلع حديد مثلا سي مثلا 3 14 مثلا او 4 16 على حسب، يبقى الحديد ده فوق وتحت. على فكره في السوق بره ما حدش بيصممه، بيحطوا 4 16 او 4 14 وخلاص، بس احنا لازم نعرف كل حاجه بتتصمم ازاي، مش عايزين حاجه نقول احنا ما بنعرفش نصممها. تمام، بتقوم جاي حاطط التسليح بتاعه علوي وسفلي زي بعض، لان انت ما تعرفش السيتلمنت او ابليفت، ما تعرفش ايه اللي هيحصل. تمام، وما ننساش لو هنحط اللود، لو هنحط لود بتاع لو عندي الحوائط تتحمل منسوب التاسيس احط اللود بتاع الحيطه معايا. طيب افترض بقى ان انا عندي دي مش تاي بيم، دي بلينث بيم، هاجي هنا واقول له اساين جوينت لود ديسبيسمنت واحطها بصفر واقول له ريبليس عشان الغي الديسبيسمنت خالص، لا ابليفت ولا كده. بعمل ايه؟ باجي في الاثنين دول بحط حمل حيطه، البلينث بيم دي كاميرا متعلقه فوق، يعني انا عندي الـ فين اللي انا كنت شارحه؟ اهو ادي البلينث بيم، دي متعلقه فوق ومتحمله على رقاب الاعمده، الجزء اللي هو العمود اللي في المنطقه دي، كانها كاميرا في سقف عادي خالص، يعني انت بتدخل على البرنامج بتدخل له البلان بتاعك البلينث بيم بتاعه، يعني انا عندي السقف اهو، هنفترض ان دي حوائط، يعني تحت كل كاميرا من دول حيطه في الدور الارضي. هيبقى برضو تحت كل حيطه كاميرا، هيبقى نفس الاستاتيكال سيستم بتاع السقف بس بدون بلاطات، باخده بدخله للساب تمام او السيف، ما بتفرقش ساب او سيف، بس بدون بلاطه كاميرات بس، واحط عليهم حمل الحوائط زائد الاون ويت، وبناء عليه بالبرنامج بيصمم لي الايه الكلام من ده. انا ممكن اعمل الكلام ده هنا زيه زي السيف، ممكن اعمله دول كاميرتين نموذج كانهم سقف. هقول هنا ديفاين ماتيريال، لازم بقى اعمل ديفاين ماتيريال، اقول لهم ديفاين واقول له سي 30، نفس الفكره بقى انتوا عارفين الخطوات. اوكي مثلا يعني سي 30 واقول له ديفاين طبعا لود باتر بيدو لايف خلاص، انا بقول مثلا واعرف قطاع للميدا عشان يحسب الاون ويت بتاعه. تمام، اقول له ديفاين سيكشن بروبرتيز فريم سيكشن اد نيو بروبرتي، وادي له هنا قطاع مثلا اي قطاع 20 في بتاع 20 في 60 30 في 60 على حسب، واروح جاي حاسب له حمل الحيطه اللي هي كثافه الحيطه في سمك الحيطه في ارتفاع الحيطه، وادخل معايا كثافه الوزن بتاع الياسه زي ما شرحنا قبل كده في السقف. تمام، زي ما شرحنا قبل كده في السقف، واروح جاي حاطط عليه حمل الحيطه حمل موزع، اقول اساين فريم لود ديستريبيوتد مثلا، واروح جاي قايل له حمل الموزع عندي جرافيتي فورس، هقول له مثلا وليكن كان 1 طن على المتر الطولي مثلا يعني. اوكي خلاص، واحل طبعا انا دخلت معايا الاون ويت عشان البرنامج يحسبه، انا بس بشرح الفكره بسيطه، لكن انتوا يا جماعه لو عايزين تصمموا البلينس بيم بتدخل على برنامج السيف عادي جدا، على برنامج سيف مش يعني السيف هيبقى كويس فيه، وتدخل الكاميرات اللي هي تحت الحوائط. يعني هنفترض ان انا عندي ان طبعا مفيش كوابين بقى، انا عندي حوائط الدور الارضي تحت منها كاميرات، بتروح جاي مدخلهم زي ما هم كده على السيف كاميرات، وتعرف لها قطاعات زي ما انت عملت في السقف بالظبط، بس طبعا ما بتدخلش بلاطات، وتحط حمل الحوائط الاون ويت طبعا البرنامج بيحسبه، زائد الحمل بتاع الحوائط بتحسبه على المتر الطولي وتوزعه على كل الايه على كل الكاميرات. طبعا لو في حيطه بسمك تختلف عن سمك الحيطه الثانيه هيكون دي لها حمل ودي لها حمل، لو حيطه لها ارتفاع ودي لها ارتفاع هيختلف الحمل، لو كانت الحوائط من نوع مختلف من انواع الطوب هيكون الحمل مختلف، فانت تاخد بالك كل بين تي بيم تاخد الحمل اللي هي الايه اللي هي شايلاه، وبعد كده تعمل رن وتاخد العزوم اللي على الكاميرات دي، يبقى هو ده تسليح الايه البلين تي بيم، وتعامله تسليحها زي تسليح الكاميرات اللي في السقف بالظبط. ده تصميم الايه البلين تي بيم، حاجه بسيطه وملهاش اي صعوبه. وان شاء الله ايه انا كده خلصت فكره التاي بيم والبلين تي بيم، وخلصت المحاضره دي ان شاء الله، ونلتقي المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.